السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء برنامج مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد خاص بالكوانتم فيزيكس، وهنتكلم عن تاني ظاهرة فشلت الكلاسيكال فيزيكس في وصفها، وهي ظاهرة الفوتو إلكتريك إفكت. تعالوا نتكلم مع بعض يعني إيه ظاهرة الفوتو إلكتريك إفكت. زي ما احنا شايفين من اسمها، هي اسمها فوتو الكتريك افكت. طب يعني ايه فوتو الكتريك افكت؟ تعالوا نتكلم مع بعض. بداية، ليه في مواد بتوصل الكهرباء بنقول عليها كوندكتورز وفي مواد ما بتوصلش الكهرباء؟ باختصار بسيط، احنا كنا قلنا الكلام ده في تشابتر 1 بس هنأكده تاني، ان توصيل الكهرباء بيعتمد على وجود حاجة اسمها الفري الكترونز. ففي بعض المواد كوندكتورز عندها الكترون فري. يعني ايه فري؟ يعني عندها ان الكوندكتورز او عندها الفري الكترونز دول عندهم حرية كافية ان هم يتحركوا جوه الكريستال او يتحركوا جوه السلك او الكوندكتور ذات نفسه. اما المواد الانسليتور ما عندهمش فري الكترونز، فالالكترونز بتاعتهم ما عندهاش الحرية انها تتحرك، فبالتالي دي بقت انسليتور ودي بقت كوندكتور. يبقى الكوندكتيفيتي بتعتمد على وجود الكوندكتورز او الفري الكترونز وعدم وجود الفري الكترونز. يعني المواد اللي بتوصل كهرباء اللي هي بنقول عليها كوندكتورز عندها فري الكترونز، اما المواد اللي ما بتوصلش كهرباء عندها فيو نمبر اوف فري الكترونز، يعني عندها عدد قليل جدا من الفري الكترونز. طب سؤال هنا، هل الالكترونز دول انت مسميهم لي فري الكترونز، هل هم فري يتحركوا جوه الكوندكتور ولا عندهم القدرة ان هم كمان اللي بريتد او اسكيب فروم ذا كوندكتور؟ هل هم حرين في الحركة جوه السلك بس، ولا حريتهم وصلت ان هم ممكن يسيبوا السلك ويطلعوا بره السلك ويهربوا من السلك؟ بعد الفاصل اعزائي الطلاب هنتعرف على الكلام ده. أعزائي الطلاب، رجعنا لموضوع حلقتنا النهاردة الخاص بالفوتو إلكتريك إفكت، وآخر حاجة سألنا سؤال، هل الفري إلكترونز دي إلكترونز فري إن هي تهرب من الكوندكتور اللي هي متوصلة بيه، ولا هي بس فري إن هي تتحرك جوه الكوندكتور؟ اكتشفنا إن هو لأ، الإلكترونز دول مسمح لهم يتحركوا بس جوه الكوندكتور، جوه السلك أو جوه الميتال شيت، ما يقدروش يخرجوا من الميتال شيت. ده إحنا هنا بنتكلم في النورمال كونديشن. في الحالة العادية هم ما يقدروش يخرجوا من الميتال شيت. طب ليه أعزائي الطلاب؟ بشكل بسيط جدا، لو افترضنا ان ده الفري كوندكتور، الالكترونز اللي جوه مسموح لها تتحرك جوه الشيت، لكن مش مسموح لها ان هي تهرب بره الشيت. يعني هي فري تو موف انسايد ذا كوندكتور، لكن مش مسموح لها تخرج من الشيت. ليه أعزائي الطلاب؟ عشان في اتراكشن فورس ما بين الالكترونز دي والبوزيتيف ايونز بتاعت الكوندكتور ذات نفسه. يبقى الفورس دي اسمها السيرفيس بوتنشال بارير. يبقى الفورس دي اسمها السيرفيس بوتنشال بارير. طب ايه هي اعزائي الطلاب؟ لو انا عايز اعرف ايه هي السيرفيس بوتنشال بارير، باختصار بسيط السيرفيس بوتنشال بارير هقول it is attraction force. هي عبارة عن attraction force ما بين مين اعزائي الطلاب؟ between ال positive ions and free electrons. يبقى الفورس دي بتبقى حاجز تمنع الفري الكترون ان هم يهربوا من الكوندكتور. يعني الفري الكترونز مسموح لها تمشي جوه السلك او جوه المعدن الميتال شيت، بس مش مسموح لها تخرج بره او تهرب بره الميتال وتسيب الميتال اللي هي موجوده جواه. ليه؟ عشان السيرفيس بوتنشال بارير. طب ايه هو السيرفيس بوتنشال بارير؟ قلنا ده عباره عن اتراكشن فورس ما بين البوزيتيف ايون اوف ذا كوندكتورز اللي هي الاتومز بتاعت الكوندكتور ذات نفسه والفري الكترونز. طيب احنا قلنا الكلام ده في النورمال كونديشن، يعني في الحاله الطبيعيه
طيب هل نقدر نخليهم يهربوا؟ ايوه طبعا. ازاي؟ لو انا قدرت اخليهم يتغلبوا على الاتراكشن فورس دي، لو قدرت اخليهم يتغلبوا على الاتراكشن فورس اللي ما بين الكوندكتورز بوزيتيف ايونز، يقدروا ساعتها يهربوا ويسيبوه. طب هخليه يتغلب عليهم ازاي؟ ان هي الالكترون ده جينز انرجي. طب جينز اي اماونت اوف انرجي ولا في اماونت معين؟ لا، في اماونت معين اسمه الورك فانكشن. الورك ايه؟ فانكشن، او بنرمز لها بالاي دبليو. يبقى الورك فانكشن هي الانرجي اللي محتاجها الالكترون عشان يهرب من الميتال سيرفيس. يبقى انا هقول ايه هي الورك فانكشن؟ هقول ات از مينيمم، هي عبارة عن المينيمم انرجي نيدد باي ذا الكترون، او ريكوايرد باي ذا الكترون، الانرجي اللي محتاجها الالكترون تو سكيب فروم ذا ميتال سيرفيس، فروم ميتال سيرفيس. يبقى الورك فانكشن هي اقل انرجي انت محتاجها عشان تهرب من الميتال سيرفيس، اسمها الورك ايه؟ فانكشن. يبقى انا لو اتكلمت على السيرفيس بوتنشال بارير، ناكد على التعريفين دول، قلنا السيرفيس بوتنشال بارير هو الاتراكشن فورس اللي ما بين البوزيتيف ايون والفري الكترونز، وهو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي الالكترونز ما ينفعش يهربوا من الكوندكتور. طب ايه هي الورك فانكشن؟ هي اقل انرجي بيحتاجها الالكترون عشان يقدر يهرب من الميتال سيرفيس. طيب حتة مهمة جدا، يعني في قيمة معينة من الانرجي لو اخدها الالكترون يقدر يهرب من المعدن اللي هو متصل بيه. طيب القيمة دي بتساوي كام؟ لا، القيمة دي بتختلف. طب بتختلف حسب ايه؟ type of the metal، بتختلف حسب نوع المعدن. يعني كل معدن معين ليه work function خاصة بيه، يعني every metal has a certain amount of work function. يبقى كل معدن او فلز بيحتاج energy مخصصة بيه عشان يرضى يسمح للالكترونات بتاعته تهرب. طب احنا كده عرفنا هي قيمتها مختلفة بس ثابتة لنفس نوع المعدن، يبقى الورك فانكشن فور ذا سيم ميتال از ذا سيم. طب تاني سؤال بقى، طب هو الالكترون هيجيب الانرجي دي منين؟ الالكترون هيجيب الانرجي دي لا اما من اللايت لا اما من الهيت. فبالتالي هيبقى عندي ظاهرتين. اول ظاهرة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اسمها فوتو الكتريك سيل، فوتو الكتريك افكت. ظاهرة الفوتو الكتريك افكت، احنا قلنا الالكترون عشان يهرب لازم ياخد انرجي. طب قلنا الانرجي دي هيقدر ياخدها منين؟ قلنا الانرجي دي بيقدر ياخدها من اللايت او من الهيت. اذا الفوتو الكتريك افكت ات از ظاهرة بيحصل فيها ايه؟ ليبريشن اوف الكترونز. يبقى هي ظاهرة بيحصل عندها ليبريشن اوف الكترونز from metal surface by using light. ان انا اقدر اهرب الالكترونز من معدن لما اللايت ينزل عليه، لان اللايت ده هيدي انرجي للالكترون، فالالكترون هيبتدي ياخد الانرجي دي ويهرب. وقلنا مش اي amount of energy، هو بيحتاج انرجي معينة اسمها الـ EW أو الـ work function. يبقى الـ photoelectric effect تعني the liberation of electron from a metal surface by using light. طب في ظاهرة تانية اسمها thermo ionic effect. طب يعني ايه ظاهرة thermo ionic effect أعزائي الطلاب؟ هي نفس المعنى بس ان انا بهرب الالكترونز by using heat. يبقى it is the phenomena of liberation. liberation معناها free، ان انا احرر او escaping electrons from
a metal surface بس by using heat، باستخدام الحرارة. يبقى دي معناها ان انا بعمل لبريشن للالكترون باستخدام اللايت، اما دي بعمل لبريشن للالكترون باستخدام الهيت. يبقى هنا بهرب الالكترون باستخدام اللايت، اما هنا بهرب الالكترون باستخدام الهيت. بس قلنا لازم الانرجي اللي ياخدوها تساوي الورك فانكشن، وقلنا كل معدن ليه ورك فانكشن خاصة بيها، مش هيرضى يديك الالكترونز بتاعته الا لما تديله الورك فانكشن اللي هو عايزه او القيمة اللي هو عايزها. سهل جدا. يبقى كل معدن ليه ورك فانكشن مختلف عن التاني، فبالتالي في ميتالز عندها ورك فانكشن صغيرة، ودي مهمة جدا لان دي اللي سهلة ان انا احرر الكتروناتها، فسهل اصنع منها الكهرباء بشكل بسيط جدا. طب اعزائي الطلاب، ده الورك فانكشن، واتكلمنا عن اربع تعريفات لغايه دلوقتي. اول تعريف يعني ايه السيرفيس بوتنشال بارير، وقلنا ده الاتراكشن فورس اللي ما بين البوزيتيف ايونز اوف ذا كوندكتور اند ذا فري الكترون، ودي اللي بتمنع الاسكيبنج اوف ذا الكترون فروم ميتال سيرفيس. ده اول واحد. تاني واحد اتكلمنا عنه الورك فانكشن. يعني ايه الورك فانكشن؟ قلنا الورك فانكشن هي الليست انرجي ريكوايرد تو سكيب ذا الكترون فروم ميتال سيرفيس، اقل انرجي انت محتاجها عشان الميتال يرضى يديك الكتروناته. اتكلمنا بعد كده عن الفوتو الكتريك افكت والثيرمو ايونيك افكت. الفوتو الكتريك افكت اللي احنا عايزين نتكلم عنها في محاضرتنا النهارده هي الليبريشن اوف الكترون فروم ميتال سيرفيس باي يوزنج لايت. طب ايه هي الثيرمو ايونيك افكت؟ هي الليبريشن اوف الكترون فروم ميتال سيرفيس باي يوزنج هيت، مش باي يوزنج لايت. يبقى احنا هنتكلم كده، تعالوا نعيد على تعريف مهم جدا اسمه الورك فانكشن. يعني ايه الورك فانكشن اعزائي الطلاب؟ الورك فانكشن زي ما قلنا قبل كده it is the least او the minimum energy، هي المينيمم energy gained by the electron. يبقى هي اقل انرجي محتاجها الالكترون to escape from metal surface او to liberated from the metal surface. يبقى هي اقل انرجي انت محتاجها عشان الالكترونز بتاعتك تهرب، تعرف تهرب من سطح المعدن. طب اسمها ايه الانرجي دي؟ اي دبليو او الورك فانكشن. احنا خدنا ان الانرجي بتساوي اتش ميو، بحيث اتش هو بلانكس كونستانت، ميو هي الفريكوانسي، او اتش تايم سي على الويف لينث، بحيث ان اتش قلنا بلانكس كونستانت، اتش ده بلانكس كونستانت رقم ثابت اللي هو 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، وبتتقاس بجول دوت سكند او جول بير هرتز. طب ده الاتش سي اللي هي الفلوستي اوف ذا الكتروماجنتيك ويفز او اوف ذا لايت ان ذا سبيس اللي هي 3 تايمز 10 باور 8. فلو انا عايز احسب الورك فانكشن هيبقى عندي اتش في الفريكوانسي او اتش سي على الويف لينث. اذا في فريكوانسي معينه بيحتاجها المعدن من اللايت عشان يديله الالكترونات بتاعته، وبرده في ويف لينث معين. هنسمي الفريكوانسي المعينه دي الكريتيكال فريكوانسي، والويف لينث المعين ده كريتيكال ويف لينث. وبرضه هنحاول نتكلم عن تعريفهم، نقسم البيج كده ونتكلم. يبقى الفريكوانسي اللي انت محتاجها دي اسمها كريتيكال فريكوانسي، او بنقول عليها ساعات الثري شولد فريكوانسي، وبرضه بنحتاج ويف لينث معين هنسميه ذا كريتيكال ويف لينث. الكريتيكال ويف لينث والكريتيكال فريكوينسي. ايه بقى الكريتيكال فريكوينسي؟ it is least او minimum، بلاش نقول least، it is the minimum frequency needed to escape
electrons from a metal surface. يبقى دي اقل frequency انت محتاجها، يعني اقل frequency ممكن الضوء يديها للمعدن عشان المعدن يسمح له ان هو يسيب الكتروناته. يبقى it is the least او the minimum frequency required to escape the electron from a metal surface. يبقى مش اي ضوء ينزل على معدن يروح المعدن يديله الكتروناته، لازم الضوء ده يكون له frequency معينة سميناها الكريتيكال ايه فريكونسي، ولازم يكون ليه ويف لينث معين سميناها برضو الكريتيكال ويف لينث. طب تعالوا ازاي بقى نقول تعريف الكريتيكال ويف لينث؟ هنقول it is the، هنقول the least، لا هنا هنقول it is the maximum، دي اعلى، it is the maximum ويف لينث. يبقى دي اعلى ويف لينث اعزائي الطلاب needed to escape electron from a metal surface. يبقى ده اعلى wavelength محتاجاه الالكترونز to escape needed to escape electron from metal surface، لان الفريكوينسي والwavelength عكس بعض. فبالتالي لما اقول ان انا الورك فانكشن دي اقل انرجي انت محتاجها عشان تهرب الالكترونز، يبقى الفريكوانسي هي برضو اقل فريكوانسي، لان الفريكوانسي والانرجي دايركت بروبورشنال، اما الويف لينس انفيرسلي. فنقول ات ذا ماكسيمم ويف لينس ريكوايرد تو سكيب الكترون فروم ا ميتال سيرفيس. وهي دي شويه نقط لازم نبقى احنا عارفينها. لازم نعرف ان الميتال مش هيرضى يديك الالكترونات بتاعته الا لما يكون الانرجي اللي نازل عليه ليها قيمه معينه، والا لو الورك فانكشن بتاعته ليها قيمه معينه، والا لو الويف لينث بتاعه ليه قيمه معينه اللي هي كريتيكال ويف لينث. اذا مش هيديك الكتروناته كده، لا لازم يكون في سبب انك مديله انرجي معينه. وقلنا الورك فانكشن او الكريتيكال فريكونسي او الويف لينث مرتبطه بنوع المعدن، يعني كل معدن ليه كريتيكال فريكونسي وورك فانكشن وويف لينث مختلف عن التاني. دي حاجة لازم ان احنا نعرفها. كل معدن ليه انرجي خاصة، كل معدن ليه ورك فانكشن مختلف عن التاني، يعني كل معدن هيديك الكتروناته لما الضوء اللي ينزل عليه يكون ليه انرجي معينة. يبقى كل معدن الورك فانكشن بتاعته بتختلف. يبقى الورك فانكشن والكريتيكال فريكونسي والكريتيكال ويف لينس مرتبطين بنوع الايه؟ معدن. يبقى المعدن ده مش هيديك الكتروناته الا مثلا لو اديته 5 جول، يبقى خلاص هيلتزم ان هو مش هيديك الكتروناته الا لما تديله مثلا 5 جول. لو ما اديتهالوش 5 جولز دي مش هيديك الالكترونز بتاعته. نيجي بقى في بدايه الخلاف. طب احنا قلنا اصلا هدف التشابتر ده ان احنا هندرس شويه فيزيكال فينومينا ونشوف الكلاسيكال فشلت في ايه والمودرن فشلت في ايه. طب هنا بقى الخناقه كانت على ايه؟ احنا اتفقنا في الفوتو الكتريك افكت ان اي معدن بينزل عليه ضوء المعدن ده بيبتدي يعمل ليبريشن للالكترون، بس قلنا بشرط لازم الانرجي بتاع اللايت ده تبقى اكبر او قد الورك فانكشن. لو اقل من الورك فانكشن القيمه اللي هو عايزها مش هيطلع لك الكترونات خالص. طب هنا بقى اتكلمنا في حته مهمه جدا، الكلاسيك ابتدت تتخانق مع المودرن. يا ترى مين اللي مسؤول عن هروب الالكترونز؟ هل الانتنسيتي اوف ذا لايت ولا الفريكوانسي اوف ذا لايت؟ الانتنسيتي اوف ذا لايت تعني الشده، يعني كوانتيتي الكميه، يعني النمبر اوف فوتونز. اما الفريكوانسي نقصد بيها الفريكوانسي بتاعت الفوتونز بتاعت اللايت. يعني هل هروب الالكترون بيعتمد على الانتنسيتي او النمبر اوف فوتونز، عدد الفوتونز اللي نازلين، ولا بيعتمد على الفريكوانسي بتاع الفوتونز مش عددهم؟ ادي حته مهمه جدا وهي دي بدايه الخلاف. يا ترى مين اللي مؤثر؟ الانتنسيتي اوف ذا لايت which represented by the number of the photons، ولا الفريكوانسي مش مرتبط بعدد الفوتونز، ده مرتبط بالفريكوانسي بتاعت الفوتونز. من هنا بدأ الخلاف وهنبتدي نشوف تفسير كل من الكلاسيكال فيزيكس والمودرن فيزيكس للظاهرة دي. تعالوا نقسم البيج ونشوف رأي الكلاسيكال.
شدة الضوء اللي بعد الفوتون. Light is responsible for liberation of electrons. كانت شايفة ان شدة الضوء، نحط خط تحت the intensity of the light، كانت شايفة ال intensity of the light هو الفاكتور اللي مسؤول عن هروب الالكترون، يعني شايفة شدة الضوء هو العامل اللي بيتحكم في هروب الالكترونز. ده رأي الكلاسيكال فيزيكس. اتنين، شايفة ان the kinetic energy او ال velocity and the intensity of photoelectrons is direct relation with intensity of the light of photons or the intensity of the falling light. يعني كانت شايفة ايه؟ شايفة ان الكاينيتيك انرجي او الانتنسيتي اوف ذا فوتو الكترونز، الكاينيتيك انرجي اللي هتهرب بيها الالكترون، يعني سرعة الالكترونز، والانتنسيتي اوف ذا فوتو الكترونز المقصود بيها شدة التيار اللي هتنشئه الفوتو الكترونز، او المقصود بيها عدد الالكترونز اللي هتهرب، ده بيكون دايركت ريليشن مع الانتنسيتي اوف ذا لايت. يعني لو شدة الضوء كانت جامدة، عدد الالكترونز اللي هتهرب كتير، والكاينيتيك انرجي اللي هتهرب بيها ايه؟ اكتر. يبقى انا لو زودت شده الضوء، شده الالكترونز هتزيد، المقصود بشده الالكترونز اللي هي عدد الالكترونز هيزيد، عدد الالكترونز اللي هتهرب هيزيد، والكاينيتيك انرجي بتاعتهم كمان هتزيد، يعني هيهربوا بكاينيتيك انرجي وسرعه اكبر. يبقى الكلاسيكال فيزيكس كانت شايفه ان شده الضوء هو اللي مسؤول عن هروب الالكترونز. ادي واحد. اتنين، شايف ان انا لو زودت شدة الضوء ده يزود شدة الالكترونز اللي هتهرب اللي هو عددهم، ويزود الكينيتيك انرجي بتاعتهم. طب حلو جدا. even the intensity of light is insufficient. طب نفترض ان الانتنستي بتاعت اللايت ما كانتش كافية. The electron will take its time for storing the energy till it escape. حتى لو شدة الضوء ما هيش كافية، ساعتها الالكترون هيقعد وقت يخزن فيه الطاقة لغاية ما يحصل للاماونت اللي هو عايزه، ويبتدي يسمح للالكترونز بتاعته ان هي ايه؟ تهرب. يبقى even the intensity of the light is not sufficient. The electron will store energy till it escape. الالكترون ده هيفضل يخزن الانرجي لغايه ما يهرب. يبقى ده راي كلاسيك. الكلاسيكال فيزيكس كانت شايفه ايه اعزائي الطلاب؟ intensity of the light is responsible for liberation of electron. شده الضوء هي اللي مسؤوله عن هروب الالكترون، وقلنا شده الضوء تعني عدد الفوتونز اللي هينزلوا من الضوء، يبقى عدد الفوتونز هو اللي مسؤول عن هروب الالكترون. اتنين، شايفة ان شدة الاسكيب الالكترون وكينيتيك انرجي بتاعهم، يعني سرعتهم وكينيتيك انرجي اللي هيهربوا بيها وشدتها تعني عددهم، ده مرتبط بشدة الضوء، يعني كل ما الضوء ينزل بشدة اكبر، يعني كل ما عدد الفوتونز يكتر، عدد الالكترونز اللي هتهرب اكتر ويهربوا بكينيتيك انرجي اكبر. حتى لو الانرجي دي او اللايت انتنسيتي از نوت سفيشنت، شدة الضوء دي ما كانتش كافية، ذا الكترون تور ذا انرجي تلت سكيب، يعني الالكترون هياخد وقت لغايه ما يهرب. لكن الكلام ده طلع صح؟ لما جم يعملوا التجربه لقوا ان البراكتيكال ريزلت او النتائج العمليه والمعمليه اكدت ان الكلام ده غلط، ان شده الضوء مش هي اللي مسؤوله عن هروب الالكترونز، يعني عدد الفوتونز اللي بتنزل مش هي الاصل، مش هي اللي مسؤوله عن هروب الالكترون. امال مين اللي مسؤول؟ ده بقى اللي وضحته المودرن فيزيكس. مودرن فيزيكس
او الكوانتم فيزيكس. قالت لي يا مستر عكس الكلام ده، قالت لي ان ذا فريكوانسي اوف ذا لايت، تردد الفوتونز مش عددهم، از ريسبونسبل فور ليبريشن اوف الكترونز. تردد اللايت هو اللي مسؤول عن ليبريشن اوف الكترونز. يبقى شايفه ان الفريكوانسي اوف ذا لايت از ريسبونسبل فور ليبريشن اوف الكترون، تردد الضوء هو اللي مسؤول عن تحرير الالكترونات. تاني حاجه ذا كاينيتيك انرجي او ذا فيلوسيتي اوف فوتو الكترونز، سرعة الفوتو الكترون، سرعة الالكترونات اللي هتهرب دي، is direct relation with frequency of light. مش ال intensity بقى، بكون direct relation مع ال frequency of light. اخر حاجة قالتها الليبريشن اوف الكترونز، هروب الالكترونز از انستنتلي، يعني هروب الالكترون ده بيبقى لحظي. يعني طالما انت الفريكوانسي بتاعت اللايت اكبر من الكريتيكال فريكوانسي اللي كان محتاجها المعدن عشان يديك الكتروناته، الالكترونات هتهرب. مفيش حاجه بقى اسمها ان الالكترون يقعد يخزن طاقه ويحوش طاقه لغايه ما يوصل للقيمه اللي هو عايزها وبعد كده يهرب. يبقى تعالوا نشوف ونقارن ما بين الكلاسيكال فيزيكس والمودرن فيزيكس من حيث تفسيرهم للفوتو الكتريك افكت. اول حاجه الكلاسيكال فيزيكس قالت لي ان الانتنستي او الليبريشن اوف الكترون، هروب الالكترون، ديبند اون ذا انتنستي اوف ذا لايت، هروب الالكترون ده بيعتمد على شده الضوء. شدة الضوء تعني هنا النمبر اوف فوتونز، يعني كل ما الضوء ينزل بشدة اكبر عدد فوتونز اكبر ده يهرب اكتر. وكل ما الانتنست اوف ذا لايت انكريزز، كل ما شدة الضوء تزيد او عدد الفوتونز دي تزيد، كل ما يزيد الكاينيتيك انرجي والانتنستي اوف ذا ليبريتد الكترون، كل ما عدد الالكترون اللي تهرب وسرعتهم والكاينيتيك انرجي بتاعتهم تزيد. وان لو الانتنستي دي از نوت سفيشن، لو الانتنستي دي مش كافيه، ذا الكترون ويل ستور انرجي تل اتسكيب، الالكترون هيفضل يخزن انرجي لغايه ما يجيب اللي هو عايزه ويهرب. طب المودرن رايها ايه؟ قالت لك لا عكس كده. قالت لك الفريكونسي اوف ذا لايت از ريسبونسبل فور ليبريشن اوف الكترون، اللي مسؤول عن تهريب الالكترون مش عدد الفوتونز ولا شدتهم، هي ترددهم او الفريكونسي بتاعهم. وان الكاينيتيك انرجي بتاعت الليبريتد الكترون از دايركت ريليشن وذ ذا فريكونسي اوف ذا لايت. سرعه الالكترون اللي هيهربوا بيها تعتمد على الفريكوانسي اوف ذا لايت مش الانتنستي. وان الليبريشن اوف الكترون از مومنتلي او انستنتلي، يعني لحظي ما بيخزنش طاقه زي ما شرحنا هنا. يبقى ده حته مهمه جدا اعزائي الطلاب. يبقى العامل المؤثر في هروب الالكترون هو الفريكوانسي اوف ذا لايت، تردد الضوء، مش النمبر اوف فوتون اللي مقصود الانتنستي اوف لايت اللي هي مقصود بيها ايه النمبر اوف فوتونز، شده الضوء ده يعني هنا عدد الفوتونز اللي بتسقط. فبالتالي لقينا ان الفاكتور الاساسي هو الفريكوانسي بتاع اللايت ده او تردد الفوتون الواحد عامل ازاي. عشان كده اعزائي الطلاب مثلا كمثال عندي الفايلوت كلر او الفايلوت لايت عنده انتنستي، عنده فريكوانسي اعلى من ريد لايت كلر. فبالتالي ممكن لو انا سلطت فايلوت كلر على معدن الالكترونز بتاعته تهرب، لو سلطت ريد لامب على نفس الميتال ممكن ما تهربش عشان الفريكوانسي بتاع الفايلوت لايت اكبر من الفريكوانسي بتاع الريد لايت. طب لو انا جبت 10 لمبات حمر مثلا برضو مش هتهرب، لان مهما تزود عدد الفوتونز او مهما تزود شده الضوء ده مش هيهرب، لان العامل المؤثر هو الفريكوانسي. يبقى ممكن 1 لامب اوف ذا فايلوت كلر اسكيب الكترون، وايل 10 لامبس اوف ذا ريد كلر كان نوت اسكيب ذا الكترون، رغم ان انا لو قعدت ازود شده الضوء الاحمر برضو مش هيهرب. ليه؟ لان هنا ما بتعتمدش على عدد الالكترونز اللي نازله، ما بتعتمدش على شده الضوء، دي بتعتمد على تردده، يعني بتعتمد على الفريكوانسي.
يعني العامل المؤثر في هروب الالكترون هو الفريكوانسي مش الانتنستي او النمبر اوف ذا الكترونز. طب تعالوا نشوف بقى مين اللي فسر ظاهرة الفوتو الكتريك افكت اعزائي الطلاب. الساينتست اللي فسر ظاهرة الفوتو الكتريك افكت هو الساينتست اينشتاين او العالم اينشتاين، وفعلا وخد جايزة نوبل في تفسير الظاهرة دي. اينشتاين طبعا عمل نظريات كتير زي النسبية، وزي ما احنا اتكلمنا عن لو اوف كونزرفيشن اوف ماس اند انرجي، نيوكلير رياكشن، التفاعلات النووية، حاجات كتير جدا جدا جدا. بس لما جه خد جايزة نوبل خدها في الجزئية دي، في ظاهرة تفسير الفوتو الكتريك افكت. اينشتاين قال لي في 3 احتمالات يا مستر. اكسبلينيشن، وخد بالك اينشتاين لما جه فسرها بمنطق اللي احنا قلناه المودرن، ان اينشتاين كان متاكد بنسبه 100% ان العامل اللي مسؤول عن هروب الالكترون او تولد الفوتو الكتريك كارنت هو الفريكوانسي بتاعت اللايت مش الانتنستي. فراح اينشتاين قايل لي ايه؟ قال لي يا مستر عندك 3 احتمالات. تعالى نقسم الصفحه. لو الفريكوانسي بتاعت اللايت او الفوتونز اقل من الورك فانكشن، او اقل، هنا بنتكلم على الفريكوانسي، يبقى اقل من الكريتيكال فريكوانسي، او الانرجي بتاعت اللايت اقل من الورك فانكشن. ادي اول احتمال، ان الفريكوانسي بتاعت اللايت اقل من الكريتيكال فريكوانسي والانرجي بتاعت اللايت اقل من الورك فانكشن. ساعتها هنقول نو ليبريشن اوف الكترون، يبقى الضوء ده مش هيقدر يهرب الكترونز، يبقى هيحصل هنا ساعتها ايه؟ نو ليبريشن اوف الكترونز، مفيش ولا الكترون هيهرب عندي. حتى لو زودت شدة الضوء قد ايه يا مستر؟ حتى لو شدة الضوء زادت بأي مقدار برضه مفيش ولا الكترون هيهرب، لأن هروب الالكترون بيعتمد على الفريكوانسي مش الانتنستي. طب تاني احتمال، لو الفريكوانسي بتاعت اللايت بتساوي الكريتيكال فريكوانسي، او الانرجي بتاعت اللايت تساوي الورك فانكشن، يعني انت محتاج 5 جول اديته 5 جول، هل هيحصل ليبريشن اوف الكترون؟ هيحصل هنا عمليه ليبريشن اوف الكترونز، هتبتدي تهرب اوف الكترونز، فعلا في الكترونز هتهرب، بس هيحصل لهم ايه؟ accumulated at metal surface، يعني الالكترونز اللي هتهرب دي هتتجمع على سطح المعدن ومش هتعرف تهرب، هتبقى كاينتيك انرجي ايكوال زيرو. هنبص نلاقيهم ان هم قدروا يتغلبوا على المعدن، بس بعد ما وصلوا للسطح ما عرفوش يجروا ويسيبوا المعدن. ليه يا مستر كده ما عرفوش يهربوا من سطح المعدن؟ عشان الانرجي اوف ذا لايت قد الورك فانكشن، فبالتالي هم كانوا محتاجين 5 جول عشان يتحرروا، رحت انت اديتهم ال5 جول، فالخمسة جول دول ضاعوا في ان هم يقدروا يتغلبوا على السيرفيس بوتنشال بارير، يعني ضيعوهم بس ان هم يتغلبوا على السيرفيس بوتنشال بارير، ولما وصلوا للسطح ما فضلهمش انرجي يتحركوا بيها بره المعدن، فبالتالي هتهرب الالكترون بس هتقعد تتجمع على سطح المعدن ومش هتنجح ان هي تتحرر. طب تالت احتمال، لو الانرجي بتاعت اللايت اكبر من الورك فانكشن، او الفريكوانسي بتاع اللايت اكبر من الكريتيكال فريكوانسي، يعني كمثال لو المعدن محتاج مثلا ورك فانكشن، ده جاست اكزامبل ده مش حقيقه، لو الورك فانكشن كانت 5 جول واللايت اللي نزل عليه مثلا بايه ب 10 جول مثلا، ساعتها الالكترونز هتهرب، ومش هتهرب بس، فرق الانرجي ده هتاخده الالكترون لنفسها ويتحول لكاينتيك انرجي، يعني هي محتاجة 5 جول عشان تهرب بس، وانت اديتها 10 جول، فخمسة من العشرة دول هيضيعوا عشان الهروب، والخمسة التانيين يتحولوا لكاينتيك انرجي، يبقى هيحصل هنا ليبريشن اوف الكترونز، هتبتدي تهرب، يبقى هيحصل ليبريشن اوف الكترونز، هتهرب الكترونز، and the difference in energy in energy
change into kinetic energy، وفرق الطاقة ده هيتحول لإيه؟ لكينيتيك انرجي. يعني هقدر اقول ان الكينيتيك انرجي بتساوي الانرجي اوف ذا لايت ناقص الورك فانكشن. فكالمثال اللي فات، طبعا ده مش مثال حقيقي زي ما قلنا، ان في 10 جول كانوا لايت وخمسة احتاجهم الميتال عشان يهرب الالكترونات بتاعته، يبقى الفرق ما بينهم ده هيتحول لكينيتيك انرجي. يعني باقي ال 10 جول دول هيبقوا كينيتيك انرجي يكتسبها الالكترون. يبقى دول الثلاث احتمالات اللي هم لي قالهم لي اينشتاين، وهي احتمالات لو انت قستها بالذكاء او اللي هي لو قستها بالمنتال ثينكينج، بالتفكير العقلي البسيط جدا، هتلاقي ان الحكايه بسيطه جدا. انا دلوقتي عشان اهرب محتاج الورك فانكشن، فلو الضوء اللي نزل عنده انرجي اقل من الورك فانكشن مفيش ولا الكترون هيهرب. طب لو الانرجي بتاعت اللايت قد الورك فانكشن، لا هيهربوا بس هيبقوا اكيوميليتد اون ذا سيرفيس، هيهربوا ويتجمعوا على السطح بس مش هيعرفوا يتحرروا. طب لو اصغر هيهربوا، والديفرنس ان ذا انرجي ده هيتحول لكاينيتيك ايه؟ انرجي اعزائي الطلاب، وهو ده اللي قاله اينشتاين. طب كده تفسير اينشتاين للظاهره دي كان جميل جدا. تعالوا نتكلم على تفسير اينشتاين من جهه القوانين. يبقى دلوقتي يا مستر، هو قال لي دلوقتي ان الانرجي بتاعت اللايت دي ماينس الورك فانكشن بتساوي الكاينيتيك انرجي. ما جزء من الانرجي بتاع اللايت هنستخدمه في الاوفر كام ذا ورك فانكشن او السيرفيس بوتنشال بارير، والجزء الثاني هيتحول لكاينيتيك انرجي. طيب لو انا عايز احسب الانرجي اوف ذا لايت، اتش في الفريكوانسي اوف ذا لايت، خلي بالك ساعات بدل ما يقول لي لايت يقول لي انرجي اوف ذا فوتون، هقول لك مش مشكله ما انا اللايت هو الفوتون، او اتش سي على الكريتيكال ويف لينث. طيب اي دبليو بقى بتساوي ايه؟ اتش كريتيكال فريكوانسي او اتش سي على الكريتيكال ويف لينث. طب لو عايز احسب الكينيتيك انرجي هتبقى هاف ماس اوف ذا الكترون الفلوستي سكوير، لان اللي بريتد هنا الكترون. ناخد بالنا من القوانين دي. انا لو معايا الفريكوانسي بتاع اللايت اجيب الانرجي بتاع اللايت، معايا الكريتيكال فريكوانسي اجيب الورك فانكشن، معايا الفيلوسيتي اوف ذا سكيبد الكترون اجيب الكينيتيك انرجي زي ما بنقول اعزائي الطلاب. ناخد بالنا من شويه حاجات في القانون ده، ان انا ممكن افك اي جزء من القانون ده. يعني كمثال اقول ان الكينيتيك انرجي بتساوي ده اتش فريكوانسي اوف ذا لايت ناقص اتش كريتيكال فريكوانسي، فكيت القانون ده مش مشكله. يبقى هنلاقي ان الكاينيتيك انرجي والفريكوانسي بتاعت اللايت دايركت ريليشن. تمام اعزائي الطلاب. طب ناخد بالنا من شويه حاجات. ايه هم شويه الحاجات اللي في القانون ده؟ اول حاجه ان انا زي ما بقول لك كده عزيز الطالب، ان في ثلاثه كونستانت في القوانين دي اللي هم بيستخدمهم عشان اعوض في القانون الاصلي. الاتش ده اللي هو بلانك كونستانت 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 جول دوت سكند، ادي ده الاتش. السي اللي هي الفلوستي اوف ذا لايت ب 10 باور 8 متر بير سكند، ده السي. بعد كده الام اي اللي هو الماس اوف ان الكترون 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 كيلو جرام. يبقى دول ثلاثه كونستانت لازم ابقى شغال عليهم، وهما متسجلين عندي وثق ان هما هيجوا لك في الامتحان. بعد كده غير ان هما متسجلين على الكالكوليتر طبعا اعزائي الطلاب لو حابب تتعرف عليهم بشكل اكبر. غير ان انا لو الانرجي، احنا عارفين طبعا ان الانرجي او الورك دان الميجرنج يونت بتاعته الجول. ساعات في المسائل دي لان قيمه الانرجي بتبقى قليله جدا ما بيرضوش يقيسوها بالجول، فبيقيسوها بحاجه اسمها الاي في. الاي في تعني الكترون فولت، وحده بيقيسوا بيها الانرجي الصغيره جدا اسمها الكترون فولت. بما ان الانرجي بتاعت الورك فانكشن او الكينيتيك انرجي اللي هتاخدها الالكترون صغيره جدا عشان الماس بتاعهم صغير جدا، فالانرجي هنا دايما تلاقيه في المسائل دي بيقيسها بحاجه اسمها اي في او الالكترون فولت. طب انا عايز احولها للجول، هضربها في الانرجي اوف 1 الكترون، التشارج اوف 1 الكترون هي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 عشان تبقى بالجول. يبقى غالبا في المسائل دي بيبقى مديني الانرجي بالالكترون فولت. اول ما الاقيها بالالكترون فولت
اجري انا احولها للايه؟ للجول، لان الجول هي المين ميجرينج يونت اوف ذا انرجي اور اوف ذا ورك دان. يبقى لو انا جيت لقيتك مديني الانرجي بالالكترون فولت لازم تحولها لي للجول عزيز الطالب. ناكد حاجه كمان اعزائي الطلاب، يبقى انت يا مستر حسب كلام المودرن طلع ان العامل الاساسي في هروب الالكترون هو الفريكوينسي اوف ذا لايت، تردده مش شدته. يبقى الانتنسيتي اوف ذا لايت مش هي المين ريزون فور سكيبنج الكترون، وقلنا الانتنسيتي مين ذا نمبر اوف فولينج فوزنز، اما الفريكوينسي اوف ذا لايت هي العامل الاساسي اللي مسؤول عن هروب الالكترون. يبقى معنى كده ان الانتنسيتي اوف لايت از نوت او هاز نو افكت اون ذا سكيمينج الكترون، شده الضوء عامل مش مؤثر في هروب الالكترونز. اقول لك لا طبعا الفريكوينسي هو العامل الرئيسي. طب والانتنسيتي؟ لا برضه ليه دور. طب ايه هو دوره؟ تعالوا بقى بص الرسمه دي، الرسمه دي بنقول اهم جزئيه في الدرس دي، من الاخر اللي عايزه تلخص لنا القصه. احنا قلنا دلوقتي عشان الالكترون يهرب لازم الانرجي بتاعت اللايت اكبر من الورك فانكشن، او الفريكوانسي بتاعت اللايت اكبر من الكريتيكال فريكوانسي، يعني العامل الاساسي هو الفريكوانسي. طب انا حققت الشرط ده، هل الانتنستي ليها دور؟ يعني كمثال احنا قلنا مثلا الفايلوت لايت اعلى من الريد لايت في الانتنستي، فلو نزل على معدن هيهرب الالكترونز، ممكن لايت ما يقدرش. وقلنا لو زودت الريد لايت مش هيهرب برضه، لان عدد اللامبس او الانتنستي اوف ذا لايت او شده الضوء او عدد الفوتونز مش عامل مؤثر في هروب الالكترون. المؤثر هو الفريكوانسي، يعني حتى لو لو فوتونز عددهم قليل بس الفريكوانسي كبيره ده يهرب الالكترونز من المعدن. طب يعني الفايلوت بيهرب عن الريد لان الفريكوانسي بتاعت الفايلوت اعلى من الريد. طب لو انا جيت من الفايلوت لامب استخدمت 10 لامبس، طب ما انت الفريكوانسي اكبر وزودت الشده اهو، يعني زودت عدد الفوتونز الفايلوت اللي بتنزل. طب ده ما ياثرش؟ هل الشده هنا مش مؤثره؟ لا مؤثره، ما احنا قلنا طالما الفريكوانسي اكبر من الكريتيكال فريكوانسي يبقى الالكترون هتهرب. طب لو انا زودت الشده بتاعت الضوء، يعني زودت عدد اللمبات الفايلوت، ساعتها عدد الاسكيب الكترون اللي هتهرب اكتر. يبقى الاثنين بيأثروا، بس لازم احقق شرط الفريكوانسي الاول. يبقى تعالوا اعزائي الطلاب ناخد بالنا من الرسمه دي. لو احنا قارنا ما بين الانتنسيتي بتاعت اللايت والانتنستي شدة الفوتو الكترونز، الفوتو الكترونز يعني تاني عدد الالكترونز اللي هتهرب، ما هو الالكترونز دول لما يهربوا هيسمعوا لي تيار فوتو الكترون كارنت. فبنقول عندي احتمالين، لو الفريكوانسي بتاعت اللايت اقل من الكريتيكال فريكوانسي ان شاء الله تكون شدة الضوء قد ايه مفيش ولا الكترون هيهرب، لان قلنا الشرط هو الفريكوانسي، العامل الرئيسي عندي هو الفريكوانسي اوف ذا لايت مش الانتنستي. يبقى ان شاء الله تكون شده الضوء قد ايه؟ مفيش ولا حاجه هتهرب. طب تعالوا نعكسها، لو الانتنستي بتاعت اللايت اكبر من الانتنستي بتاعت الفوتو الكترونز، بس الفريكوانسي بتاعت اللايت اكبر من الورك من الكريتيكال فريكوانسي. طب ما هو الشرط اتحقق اهو يا مستر. يبقى طالما الشرط اتحقق والضوء ده الفريكوانسي بتاعته اعلى من الكريتيكال فريكوانسي كده الكترون هتهرب. يبقى انا لو زودت شده الضوء لا يهربوا الكترونز اكتر، بس كان لازم احقق شرط الايه؟ المودرن الاول، كان لازم الفريكوانسي تبقى مؤثره. يبقى شده الضوء بتاثر بس لما الفريكوانسي بتاعته تكون اكبر من الكريتيكال فريكوانسي، دور بس بعد الفريكوانسي مش قبل الفريكوانسي. طب بص الحته اللي احنا عايزين نقولها وناكدها تاني، يبقى لو زادت الفريكوانسي بتاع اللايت احنا قلنا عشان الالكترون تهرب ده بيعتمد على الايه؟ على الفريكوانسي. يعني لو انا اتكلمت على الفريكوانسي بتاعت اللايت هنقول ان الفريكوانسي بتاعت اللايت دي او تردد الضوء ده لو اتغير هيغير لي ثلاث حاجات. معنى ان الفريكوانسي بتاعت اللايت اتغيرت، اول حاجه هتتغير الانرجي والويف لينث بتاع اللايت، بتاع اللايت ذات نفسه دي اول حاجه هتتغير. او تعالوا نكتبها في ورقه لوحدها كده ونركز مع بعض.
يبقى الفريكونسي اعزائي الطلاب، الفريكونسي بتاعت اللايت ايه اللي مرتبط بيها؟ الفريكونسي بتاع اللايت مرتبط بيها حاجتين. معنى ان انت نزلت ضوء بفريكونسي اعلى، معنى كده انك خليت الانرجي والويف لينث بتاع اللايت يتغير. يبقى الفريكونسي بتاع الضوء لو اتغيرت اللي مرتبط بيها الطاقة وطول الموج لللايت اللي انت بتستخدمه. تاني حاجة، ده هيأثر في عدد الالكترونز اللي هتهرب ولا الفلوستي والكاينيتيك انرجي؟ لا، ده يغير الكاينيتيك انرجي والفلوستي اوف فوتو الكترونز، اوف فوتو الكترونز. يبقى انا لو نزل ضوء بفريكوانسي اكبر ده ما يزودش عدد الالكترونز اللي بتهرب، ده يغير الكاينيتيك انرجي بتاعت الاسكيبد الكترون، يعني يخلي الالكترون اللي تهرب تهرب بسرعه اكبر. يعني لو انا عندي لمبه خضراء نزلت على ميتال هربوا الكترونز معينين، طب لو بدلتها بضوء تردده اعلى مثلا الفايولوت كلر، ساعتها نفس عدد الالكترون هيهرب بس هيهربوا بكاينيتيك انرجي وبسرعه اكبر. طب شده الضوء مؤثره في ايه؟ واحد يقول لي يا مستر انت لسه قايل لي انها مش مؤثره، هقول لك لا، الانتنستي بتاثر بس بعد ما نحقق شرط الكلاسيكال ان الفريكوانسي بتاعت اللايت تبقى اكبر من الورك فانكشن. ساعتها لو شده الضوء اتغيرت قلنا شده الضوء تعني النمبر اوف فوتونز، يبقى انت كده هتغير لي عدد الفوتونز اللي بتنزل، ولو غيرت لي عدد الفوتونز يبقى انت كده غيرت لي الانتنستي، والانتنستي هنا المقصود بيها النمبر اوف الكترونز اوف اسكيبد الكترونز الكترونز. يبقى انا اعزائي الطلاب لو غيرت تردد الضوء ساعتها اخلي الالكترون اللي تهرب تهرب بسرعه وكاينتيك انرجي اكتر، لكن عددهم ما يتغيرش. لكن لو غيرت شده الضوء ساعتها اتغير عدد الالكترونز اللي هتهرب، شدة الالكترونز هو عددهم. يبقى لو انا الفريكونسي بتاع اللايت زادت نزلت ضوء بفريكونسي تردد اكبر، ساعتها يبقى انت سرعة الالكترونز وكانتك انرجي اللي هيهربوا بيها هتزيد. لكن لو نزلت ضوء بشدة اكبر معنى كده ان عدد الالكترونز اللي هتهرب هو اللي اكتر. طب اخر فاكتور مهم عندي هو التايب اوف ميتال، نوع الميتال. نوع الميتال بقى ده بيتحكم في ايه؟ في الكريتيكال فريكوانسي وفي الكريتيكال ويفلينث وفي الورك فانكشن. يبقى لو انا غيرت الفريكوانسي بتاع اللايت معنى كده ان انا بغير الكينيتيك انرجي والفيلوسيتي بتاعت الالكترونز، لو انا غيرت الانتنستي بتاعت اللايت يبقى انا كده غيرت النمبر اوف فوتونز وغيرت شده الالكترونز اللي هتهرب، يعني عدد الالكترونز اللي ايه هتهرب. طب لو غيرت نوع المعدن ساعتها الكريتيكال فريكوانسي والويف لينث هيتغير والورك فانكشن هيتغير. زي ما قلنا اعزائي الطلاب دول الفاكتورز اللي موجودين عندنا، لو الفريكوانسي والانتنستي والتايب اوف ذا ميتال، لو الفريكوانسي اتغيرت ساعتها الكينيتيك انرجي والفيلوسيتي بتاعت الاسكيب الكترون هتزيد، طب لو الانتنستي شده الضوء اتغيرت ساعتها عدد الفوتونز اللي هتهرب هي او عدد الالكترونز اللي هتهرب هي الاكتر. يبقى شده الضوء بتخلي عدد الالكترونز اللي تهرب تزيد، اما تردد الضوء بيخلي عدد الالكترونز هو هو بس يهربوا بكينيتيك انرجي وفيلوسيتي اكتر. نوع المعدن يغير الورك فانكشن والكريتيكال فريكوانسي اند كريتيكال ويف لينث. طب جميل جدا كده عرفنا الفوتو الكتريك افكت. تعالوا نكتب القانون تاني كده اعزائي الطلاب على جنب كده. يبقى يا مستر لو انت بتقول لي الكاينتيك انرجي بتساوي ايه؟ الانرجي بتاعت اللايت ناقص الورك فانكشن، صح كده ولا لا؟ ولا تعالى نكتبه بخط اكبر، يلا جاهزين؟ يلا نكتب القانون ده بخط اكبر. يبقى الكاينتيك انرجي بتساوي الانرجي بتاعت اللايت ناقص الورك فانكشن، واحنا قلنا الانرجي بتاعت اللايت ممكن نقول هي الفريكوانسي بتاعت اللايت ماينس
بلانك كونستانت في الفريكوانسي بتاعت اللايت، والورك فانكشن افكها بلانك كونستانت في الكريتيكال فريكوانسي. وقلنا اللي مسؤول عن هروب الالكترون هو الفريكوانسي بتاع اللايت، كل ما يزيد الفريكوانسي بتاع اللايت عن الورك فانكشن ساعتها الانرجي بتاعت اللايت تزيد عن الورك فانكشن، فالالكترون تهرب بكاينتيك انرجي اكبر. فهيجي سؤال هنا اعزائي الطلاب، جراف، جراف من اهم الجرافات في منهجنا، ادي الاكس وادي الواي اكس. لو انا في الجراف ده اعزائي الطلاب حبيت اقارن ما بين حاجتين، حبيت اقارن ما بين الايه، الكاينتيك انرجي بتاع الليبريتد الكترون والفريكوانسي بتاعت اللايت. انا في الجراف ده بقارن ما بين الكريتيكال فريكوانسي الكاينتيك انرجي والفريكوانسي بتاعت اللايت، يعني كل ما ازود الفريكوانسي بتاعت الضوء يا ترى ايه اللي هيحصل للكاينتيك انرجي؟ تعالوا نرجع للورقه اللي احنا كنا كاتبينها، ها تعالوا نشوفها كده، جاهزين؟ اهي الورقه اللي كنا كاتبينها بتقول ايه اعزائي الطلاب؟ بتقول لي يا مستر الفريكوانسي بتاعت الضوء بتتحكم في الكاينتيك انرجي بتاع الالكترونز اللي هتهرب، لكن ملهاش دعوه بعددهم. يبقى كل ما زود الفريكوانسي يبقى الكاينتيك انرجي بتاع الليبريتد الكترونز هتزيد، اذا العلاقه ما بينهم دايركت. طب هرسمها ازاي؟ واحد يقول لي يا مستر الدايركت ريليشن جراف بيترسم كده، هقول لك لا، الجراف هنا هيترسم كده. طب ليه اترسم كده؟ لان يا مستر ان احنا اتفقنا ان مفيش ولا الكترون هيهرب غير لو الفريكوانسي بتاعت اللايت تكون اكبر من فريكوانسي معينه اسمها كريتيكال فريكوانسي. فطول ما انت ماشي كده مفيش ولا الكترون هيهرب غير لما توصل لقيمه الكريتيكال فريكوانسي. وصلت لقيمه الكريتيكال فريكوانسي يبقى ساعتها ايه؟ الالكترون تبتدي تهرب. يبقى الكلام ده كله انت ما كنتش وصلت لقيمه الفريكوانسي اللي احنا عايزينها، اول ما توصل لها يبتدي هروب الالكترون. اعزائي الطلاب باذن الله هنبتدي المحاضره الجايه نكمل موضوع حلقتنا عن الفوتو الكتريك كارنت والثيرمو ايونيك افكت. شكرا لكم اعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.